هيا يا منى سددي. هدف هدف، كنت متأكدة من أنني سأسجل. أرني نفس الهدف مرة أخرى. حسنا، مستعد يا جزر؟ لن تتمكني من التسديد هذه المرة. مهلا، انتظري لحظة. مرحبا شرارة، مرحبا فلفلة. رائعون. ما المفاجأة في هذا؟ إنه شرارة فحسب. لكنك لا تعلم أنني أرغب في أن أصبح رجل إطفاء. تستطيع تحقيق ذلك عندما تكبر يا جزر. أود تحقيقه الآن. إلى أين ستذهب؟ لأشاهدهم بالطبع. صباح الخير يا لينا. أهلاً مسعفة. كيف حالك يا لينا؟ أهناك مشكلة؟ في الحقيقة نعم، لقد فقدت ميمو. أوه خسارة، إنها قطتي المفضلة يا لينا. ما الذي حدث؟ اختفت بعد تناول فطورها، وكان لدي عمل فلم أستطع البحث عنها. لنذهب للبحث عنها الآن، إذا وصلتنا حالة إسعاف ننطلق من منزلك. هذه فكرة رائعة يا بنان. هل يوجد أحد في الداخل؟ لا، لحسن الحظ أن الجميع هربوا بعد اندلاع الحريق. جيد. إنهم عائدون. هيا يا جزر، حان دورك في حراسة المرمى. سأذهب إلى قسم الإطفاء لأتحدث مع شرارة. إلى اللقاء. إنه لا يصدق أبداً. هذا هو جزر. بحثت في كل مكان، ليست في المنزل ولا في الحديقة. ربما كانت في حديقة شخص آخر، دعينا نسأل في الجوار. هيا يا شرارة أخبرني، كيف أصبح رجل أطفاء جيد؟ حسناً، على الإطفائي الجيد أن يكون قادراً على أداء جميع المهام. ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الاستماع مثلاً. حسناً، ماذا كنت أقول؟ أولاً عليك أن تصوب خرطوم الماء بدقة نحو مكان الحريق. اللعب ليس ممتعاً من دون جزر. شكراً لك، تعرف ما أعنيه يا راجي. نعم، ولكن من الصعب التوافق معه، إنه متحمس جداً لفكرة رجل الإطفاء. ربما هي مرحلة مؤقتة. استمعي إلى نفسك، تتحدثين كأمي. نعم صحيح، وأنت تبدو كراجي. ها انظر. مرحبا يا قطتي الصغيرة، مرحبا، إنها جميلة ولطيفة. أتحب كرة القدم؟ يبدو ذلك، إنها ودودة جدا. أتساءل أين تعيش؟ آسفة لسماع هذا يا لينا، قلت إنها باللون الأبيض والأسود. لقد رأيت كلبا بلون أسود وأبيض منذ دقائق قليلة. لكن ألم تري قطة؟ لا، رأيت سنجابا على الشجرة بهذا اللون. المهم أنك لم تري قطة. لا أنا آسفة، لا أظن أنني رأيت ميمو، لكنني أعدكما بأنني سأظل متيقظة. حظا موفقا. ماذا سنفعل الآن؟ يبدو أنها ابتعدت كثيرا، لنجرب الشارع الآخر. يجب عليك أن تثبتي في مكانك يا فلفلة لأنظفك بطريقة جيدة. شكرا على هذا يا جزر. آسف يا نادر. أنا آسف حقا. يجب أن تعتذر بالفعل، علي الآن تشفيف نفسي من هذا الحمام المفاجئ. ربما علي أن أتدرب كإطفائي تدريبا جيدا. أجل، هذا أكثر أمنا. ماذا تفعل؟ أخبرني شرارة أن رجل الإطفاء يجب أن يكون ذا لياقة عالية وقوية. هذا صحيح، تابع تدريبك إذن. هيا يا قطتي، انظر كيف تتسلق. لقد صعدت مسافة كبيرة للأعلى. هيا يا صغيرة، انزلي إلي. لن أعثر عليها أبداً. لا تيأسي، لا يزال لدينا أمل. ألديك لها صورة؟ نعم، أحتفظ بواحدة. نطبع بعض الملصقات ونعلقها، لعل أحدهم يتعرف إليها. حسناً، لنفعل ذلك. جيد. Meow.
سرقت، كيف سنساعدها؟ لا أعرف يا منى. هذا ساهر، ربما يعرف. ساهر، هيا يا دحروج. لدينا قطة عليقة على الشجرة، أيمكنك إنزالها؟ كيف تسلقت ارتفاعاً عالياً كهذا؟ أظن أن هذا من اختصاص فلفلة. صحيح، يمكنها أن تصعد إليها بسلتها. من ساهر إلى دهشان؟ دهشان يتكلم. أنا في المنتزه يا دهشان، هناك قطة عالقة على شجرة كبيرة ومرتفعة، أعتقد أن هذا من اختصاص فلفلة. لا مشكلة، ستكون عندك بعد قليل. شكراً يا دهشان، ستصل فلفلة بعد بضع دقائق. رائع، لا تخاف يا قطة، سنساعدك على النزول. مستعدة؟ مستعدة. هيا بنا إذن. لقد ذهبوا من دوني. نادر، شرارة، انتظراني. عظيم، إنهم قادمون. سيندم جزر كثيرا لتركه إنقاذ القطة. ربما لا يزال يتبعهم. الهرة عالقة في الأعلى. لا مشكلة، سننزلها في لحظات. ولكن أين فلفلة؟ ماذا؟ فلفلة؟ فلفلة؟ مرحبا جميعا، أنا فلفلة الجديدة. جزر؟ ما الذي تفعله هنا يا جزر؟ وأين هي فلفلة؟ لا أدري، كنت ألقي نظرة فقط عندما انطلقت مع شرارة فجأة. جزر، يجب عليك ألا تصعد على شرارة أو أن تقترب من خزان فلفلة دون إذن منا، هل هذا مفهوم؟ أنا آسف يا نادر، لكنني تأكدت إن كانت فلفلة مستعدة أم لا. جزر، تجاوزت حدك. أرجوك دعني أنقذ القطة الآن، أنا جيد في التعامل مع الحيوانات. انظر، تعالي أيتها القطة. جزر هنا من أجلك. لقد ذهبتم من دوني. جزر، ما الذي يجري هنا؟ عليك الآن إنقاذ تلك القطة. آسف لمجيء من دونك، سأشرح لك لاحقا. لقد عثرت عليها، ستكون لينا سعيدة بهذا. لينا؟ لماذا؟ لأن هذه قطتها الصغيرة ميمو المفقودة، كانت تبحث عنها طوال اليوم، ألم تعرف هذا؟ نعم ساهر. هل أنت متأكد؟ آمل أن تكون درة محقة، سأتي على الفور. شكرا جزيلا يا فلفلة، شكرا للجميع على مساعدتي في إيجادها. كان الأمر مشوقا، لكنني لم أنجح في إنقاذ ميمو، أليس كذلك؟ تمسك بتحقيق حلمك بأن تصبح رجل إطفاء يا جزر، وفي هذه الأثناء العب كرة القدم واستمتع بوقتك، ويجب عليك ألا تقترب من سلة فلفل مرة أخرى دون إذن، فماذا لو احتجنا الماء ولم نجد؟ أنت على حق، أنا آسف جدا جدا، وعندما أصبح كبيراً سألعب كرة القدم. لأنني لاعب الكرة الأفضل على مستوى العالم كله. هيا لنلعب. مرحباً يا نادر. نادر، ماذا تفعل؟ إنه يوم عطلتي، لذا أرسم، لأن الرسم هوايتي المفضلة. لم أعلم أنك تجيد الرسم. حسناً، لست جيداً في الرسم، لكنني أستمتع به. نعم، هذه هي البركة. انتبه جزر، نعم، إنها البركة. وهذه البقعة الخضراء هي الأشجار. نعم، صحيح. ما هذا؟ حريق. ماذا؟ أرى دخاناً من هنا، يبدو حريقاً هائلاً في الحقول. نادر، لدينا حالة طارئة. نادر في منتزه الأصدقاء، اليوم عطلته، هل نسيت؟ حسناً، أظن أن عليه أن يأخذ إجازته في يوم آخر، نحن نحتاج إليه، هيا بنا. ما هذه النقطة الصفراء؟ أزهار النرجس.
يبدو هذا صوت شرارة. هذا صحيح، ربما هناك حريق في منتصف البلدة والجميع عالق في الداخل، يقفون على النوافذ ويصرخون النجدة النجدة، والدخان يحيط بهم وهم يسعلون النجدة، وألسنة اللهب تكبر باستمرار. هيا يا نادر، حصل تغيير في الخطط، اصعد. انطلق يا شرارة انطلق، لا تخشى شيئا، لست وحدك. انتظروني، سأذهب لأخبر راجي ومنى عن هذا. على مهلك يا شرارة. آسف. مستشفى مدينة الأصدقاء؟ لينا، لدينا حريق كبير في مزرعة الأصدقاء، قد تكون هناك إصابات. نحن في طريقنا إليك. يبدو أن هناك أمر طارئ للغاية. من تجرأ ورش الطلاء على دار البلدية؟ يبدو أن لدينا بعض المخربين في المدينة، لا يجوز أن يحدث شيء كهذا في مدينة الأصدقاء. توجد بقع طلاء حمراء وصفراء وزرقاء، يجب أن تتصرف يا نبهان، شيء ما يحدث في المدينة. يجب ألا يمر الناس عبر المدينة ويروا هذا، شخص ما يخرب الجدران، هذا لا يجوز أبدا يا نبهان. طلاء على الجدران في مدينتنا، ما الذي ستفعله حيال هذا؟ نعم بالضبط، سأكلف ساهر بهذه المهمة. ساهر، هل من مهمة لي يا نبهان؟ ساهر، أحد ما يحاول تخريب دار البلدية ويرش الطلاء على جدرانها، ويجب فعل شيء حيال تلك الأفعال السيئة، لا تكتفي بالوقوف فحسب، اذهب وتحرى عن الفاعل. سأذهب حالا. هذا جيد يا فلفلة، نادر إلى يمينك. لم يكن حريقاً كبيراً كما وصفه جزر. لو كان الحريق كما وصفه لكنا سنظل هنا حتى الثلاثاء القادم. أحياناً يبالغ في سرد الأحداث، أليس كذلك؟ أحياناً فقط. كان حريقاً ضخماً، لم يسبق وأن وقع حريق مماثل، هذه المرة الأولى في تاريخ مدينة الأصدقاء. تطايرت ألسنة اللهب المخيفة مئات الأمتار في السماء، وكان الدخان الكثيف أسوداً وقاتماً وما الذي كان يحترق يا جزر؟ لقد كان شيئاً كبيراً جداً، بل ضخماً، والنار في كل مكان مرحبا شرارة، هل أطفأتم الحريق؟ نعم يا راجي أطفأناه، لا تقلقوا، مجرد حزمة قش في مزرعة الأصدقاء. إلى اللقاء. ما يزال رطبا. مرحبا ساهر. آسف شرارة، لا أستطيع التحدث الآن، فأنا أحقق في قضية مهمة كثيرا. لقد قام بالطلاء الآن ونحن موجودون هنا ولم نره؟ هيا يا دحروج، لابد أنه لم يبتعد كثيراً. نينو نينو نينو. جزر، هل رأيت الحريق؟ نعم، لقد كان في الحقيقة لم أره. ماذا؟ ما الأمر؟ إذن هو أنت يا جزر، أنت من خرب المكان برش الطلاء على جدران دار البلدية. أنا؟ أي طلاء؟ لست أنا. كيف تفسر إذن وجود هذه اللطخات من الطلاء على ملابسك؟ تكلم. لا أعرف. تذكرت، نعم أستطيع تفسير ذلك، رسم نادر لوحة في المنتزه، كنت معه فلابد أن ألوانه هي السبب. قصة صعبة التصديق نوعا ما، فأنا لم أرى نادر يرسم من قبل. هذه الحقيقة كان يرسم، لابد أن عدة الرسم ما تزال هناك، تركها عندما توجه لإطفاء الحريق. سوف نرى. لكنها كانت هنا، اللوحة والحامل والألوان وكل عدة الرسم. من الأفضل لك أن تأتي معي دون مقاومة يا جزر. ما هذا الصوت؟ لا يمكنك خداعي بهذه الحيلة القديمة.
ساحر، ما الذي تفعله بلوحتي؟ يضيف لمساته عليها. أين هي ألواني والحامل؟ يبدو أنه وجدها. حسناً جزر، يبدو أنك كنت تقول الحقيقة، لكن هذا لا يحل لغز المخرب الذي يطلي الجدران، وأنا مصمم على متابعة التحقيق وكشف الحقيقة. أعتقد أن هذه لك يا نادر. يبدو أن علي البدء من جديد، ولم لا؟ سوف أبدأ من جديد. سوف أتعقب خطى الفاعل، وإلا لن يكون اسمي ساهر المحقق الفذ العبقري الخارق. ما هذا من الأرض؟ إذن هذا ما حصل، إن عبوات ألوان نادر قد سقطت في الشارع، فداس الناس عليها وحدث ما حدث. إذن هذا ليس من فعل مخربين؟ لا، مجرد سلسلة من الحوادث غير السارة. أحسنت صنعاً يا ساهر، ستصبح محققاً ناجحاً. والآن إلى مهمتك التالية. أنا مستعد يا نبهان. توجه إلى ساحة المدينة ونظف الألوان. أنا؟ لماذا أنا؟ أماني أخذت همام للتنزه، وحان موعد غدائي، لذا فالمهمة لك. ساهر، ما الذي تفعله؟ أنظف هذه الألوان عن جدران الدار. هل أساعدك؟ نعم، بكل تأكيد تستطيع، سننتهي بسرعة. جيد، فأنا كما تعلمون مزيل الطلاء عن الجدران الأفضل في العالم كله. نادر، ما الذي تفعله؟ أنا أرسم فلفلة، إنني أبدع. ماذا يفترض بهذا أن يكون؟ إنه المنتزه طبعاً. لا يشبهه أبداً. نعم صحيح، لم تكن لوحتي الأولى جيدة، ولكن عندما رأيت كيف لطخ جزر الألوان عليها بدت مثيرة للاهتمام، وعندها أدركت أن علي رسم ما أشعر به عوضاً عما أراه. حسناً، على الأقل تبدو لي كأنك رسام محترف. البريد! أنا سعيدة جداً برؤيتك، هذا الطرد ثقيل جداً، ما الذي في داخله؟ هدية؟ جيد، هذه قطعة غيار لآلة تحضير القهوة. ما هذه الضجة يا ترى؟ يبدو أن زوجك قد حصل على سيارة رياضية جديدة، تبدو سيارة كبيرة. لا، لقد استعار حفار ليحفر الحديقة، قررنا أن نزرع خضرواتنا وأعشابنا بأنفسنا. فكرة ممتازة، فأنا أحب الخضروات الطازجة، وخاصة القرنبيط والسبانخ. هل سيقوم بزرع السبانخ؟ أتعلمين؟ عندما كنت صغيرة لم أكن أحبها، ولكنني الآن لا أتوقف عن أكلها. هل تسمحين لراجي ومنى باللعب معي؟ ما هذه الضجة؟ لقد أحضر حفار كي يحفر الحديقة من أجل زراعة الخضروات. حفار؟ رائع. والكرومب أيضاً، أحب الكرومب. ما هذا؟ رائع، مدهش حقاً. أهلاً جزر، عندما أكبر سأصبح سائق آلة كهذه، سأكون أفضل سائق في العالم. أيمكن أن أجرب قيادة حفار من فضلك؟ أعتذر يا جزر، أنت في حاجة إلى رخصة قيادة. هذا صحيح، أنا لدي رخصة قيادة. أقصد، سوف أحصل على رخصة قيادة عندما أكبر. حسناً. راجي، هل أحضرت لي بعض الماء من فضلك؟ بالطبع. أمي، أبي يريد. أمي، ما الذي حصل؟ أبي، أبي،
شيء ما سقط عن الطاولة وقد أصيبت قدم أمي. مرحبا لينا. نعم لدينا حالة طارئة هنا. أنا على ما يرام إنه تورم بسيء. ماذا فعل؟ كيف سأوقفها؟ ستكون بخير. إلى اللقاء يا بلان. إلى اللقاء يا أمي. إلى اللقاء. لا تقلقي، سنهتم بالمقهى. أنا بسرعة. جزر، ما المشكلة؟ أين والدك؟ لقد ذهب إلى المستشفى مع أمي. يا إلهي، لقد شغلت أقصد حفار اشتغل وتحرك بمفرده وذهب بعيدا. ماذا؟ لا عليك يا أماني، ساهر سوف يجيك. أما زال يمثل دور رئيس الشرطة؟ نعم، يجعله نبهان مسؤولاً مدة نصف ساعة في اليوم. حالة طارئة. ما الأمر يا ساهر؟ كلمني راجي على الهاتف للتو، لقد خرج حفار عن السيطرة. أين؟ قال إنه لا يعرف، ولكن علينا أن نعثر عليه. هيا يا دروج. حفار هارب؟ حسناً، سنهتم بالأمر، فقد تقع إصابات. بنان، لدينا مهمة خارجية. اجتماعات مملة، أليس كذلك؟ بلى، ولا تستحق العناء. ما هذا؟ يبدو كصوت حفار. أعتقد أن من يقوده لا يعرف ما الذي يفعله. مهلا، لا يوجد أحد في مقعد السائق. ماذا يجري؟ ما قلته كان صحيحا تماما. أعتقد أننا كنا نتخيل. من الأفضل أن أسف، علي أن أمسك بذلك المشاكس. هل أصيبت المدينة كلها بالجنون؟ لقد فاتك ما حدث. لا بأس. ماذا قلت؟ ماذا؟ هل قلت حفار هارب؟ أعد ما قلت. آسف، لم أسمعك جيداً. هو يا نادر. لحظة يا فلفلة، أنا أتكلم مع دهشان، أعد ما قلت. آسف، أعد ثانية. لكن يا نادر. ببطء. نادر، انظر. أنظر إلى ماذا؟ لا، لقد اختفى. من هو؟ حفار، لقد كان رأيته مر من هنا من دون سائق. علينا أن نلحق به قبل أن يضغط أحدهم على زر السرعة. لا، لا أثر له. هيا يا دحروج. فارعة إلى ساهر، أجب بسرعة. ماذا هناك يا فارعة؟ تكلمي. إنه حفار، لقد رأيته للتو. إنه متجه الآن نحو المرفأ. لكن أنا الآن في المرفأ يا فارعة، ولم أرى أي شيء. مهلا، هذا يشبه صوت. لا، توقف، إنه غير قادر على ذلك. لابد أن أحدا ما قد ضغط على زر السرعة. نداء إلى جميع السيارات، لقد حددت موقع الهارب، إنه متجه نحو المرفأ. أنا بحاجة ماسة إلى الدعم. أسرع يا ساهر، إذا اصطدم بي سيغرق كلانا.
قادر، ضعني أمام حفار، قد أتمكن من إيقافه. حسناً شرارة. لا يمكنني إيقافه. احترس. النجدة. أين الزر؟ هذا واجبي وأنا أؤدي مثله كل يوم. لكن مهلاً، هيا قولوا لي كيف تمكن حفار من التحرك من مكانه وحده؟ ماذا؟ جزار؟ ماذا تريدان؟ هيا أخبرني، هل لك علاقة بما حدث؟ لا. حسناً، أجل يا نادر، كنت أريد أن ألعب. أكنت تلعب في حجرة القيادة؟ هذا تصرف سيء منك وكاد يضر بحياة الآخرين. إذن أنت من ضغط على زر السرعة. آسف. أنا متحمسة جداً لزراعة الخضروات ومراقبة نموها. سنزرعها فور انتهاء جزر من حفر الحديقة. المسكين جزر، سأحضر له شراب الجزر، لابد أنه يشعر بالعطش. غيرت رأيي، لن أصبح سائق حفار أبداً أبداً أبداً. احترس يا راجي. شكرا يا أبي، استمتعوا بوقتكم. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أمي. إلى اللقاء ملاحة. إلى اللقاء. المجرفة؟ نعم. العتلة؟ هذا صحيح. دلو الرمل؟ العبي معي بالكرة يا فلفلة. لا أستطيع يا جزر، فأنا أساعد نادر. دلو الرمل؟ آسفة. نعم. أرجوك. جزر، فلفلة مشغولة، أين هم أصدقاؤك؟ لقد ذهبا للإبحار مع والدهما. حسناً، ستلعب مع فلفلة حين تنتهي من عملها، ولكن ليس الآن. حسناً. ما بك؟ لا يسعني الانتظار حتى نصل إلى جزيرة الكنز. أيوجد فيها كنز حقا؟ ليس مهما، الأهم هو المغامرة. أهلا أمي. نعم، جيد، كل شيء بخير، أراك لاحقا، إلى اللقاء. أتريان الخليج الصغير؟ سنرسو هنا. أستطيع اللعب طويلاً. علي الذهاب للعمل. لا بأس. اقفز عندما أقول لك. أمرك قبطان. استعد. اقفز. اربطه بالغصن جيداً. رائع، أنا أجيد الربط. منى، إنها خريطة الكنز. دعني ألقي نظرة عليها يا راجي. مندهش. إنه عند تلك العلامة، إنه هنا. لا، بل هنا عند هذه النقطة، يجب أن نبحث عن الكنز. راجي، هنا، أسرعا. ما الذي حدث؟ إلهي، اعتقدت أنك أجدت الربط حقاً. آسف، ظننت أنني ربطته جيداً. إنها ليست غلطتك يا راجي، بل غلطتي أنا. من الجيد وجود الهواتف النقالة. يا إلهي، أين هو؟ أنا متأكد أنه كان هنا. أعطيتني إياه لأحدث أمي، وعدته إليك. لابد أنه وقع مني، ولكن أين يا ترى؟
وليس في الماء أيضا. ربما أوقعته بعد أن رسونا على الجزيرة. أظن أنه في القارب. لا هاتف إذن. ماذا سنفعل الآن؟ آسف يا جزر، علي أن أذهب إلى عملي الآن. سأذهب إذن. شكرا يا ساهر. هاي فارعة، لقد وضعت الخوذة الخاطئة. أجل، أعرف ذلك. لقد أخذ جزر خوذتي بالخطأ. حاولي تحديد مكانه ثم أخبريني أين هو بالضبط لألحق به. سأبذل ما في وسعي. فارع. أسمعك يا فارع. فارع، أحتاج إلى مساعدتك. نحن نبحث عن جزر، ولكنه الآن يرتدي خوذة ساهر. نعم، أستطيع رؤية ساهر هناك. كيف تعرف أنه ساهر؟ أعرف ذلك من خلال الخوذة، إنها خوذة ساهر. لا، ذلك هو جزر، إنه من نبحث عنه الآن. جيد، إذن فقد عثرت عليه. حقا؟ أين هو؟ إنه لقد اختفى. حسنا، إنه جاهز، جربه. هاي، أستطيع أن أرى شاطئ المدينة من هنا. هل ترى فارعة؟ نعم. لوح بالراية إذن. حسنا. ساهر، لقد رأينا جزر للتو بالقرب من دار البلدية، لكنه اختفى مجددا. حسنا، سأستمر في البحث. أخبراني إذا رأيتماه مجددا. هيا بنا يا دحرج. يا لهذه الصفارة. لما لا تستطيع فارعة أن تراني؟ ربما لديها حالة طارئة. لكننا نواجه أمرا طارئا. لقد رأيته، إنه جزر. هل تقصد أنك رأيت جزر؟ أم رأيت أحداً ما يرتدي خوذة ساهر؟ أرى أحداً يرتدي خوذة جزر. إذن هذا ساهر. حقاً؟ لقد فهمت الآن. نعم، إذن هذا ساهر. حسناً، الشخص الآخر هو جزر. ساهر، جزر بالقرب من المقهى الآن، وهو في طريقه إلى النهر. شكراً يا فارع. أستطيع رؤيته بوضوح، إنه يقطع الجسر الآن. إنه يمر خلال مدافعين وثلاثة وأربعة مدافعين، والآن يسدد. جزر، ارتديت خوذتي بدلا من خوذتك. انظر أين صارت كرتي. هذا من اختصاص فلفلة، سأتصل بها، ولكن عليك أن تعيد إلي خوذتي أولا. آسف يا ساهر. رائع، لقد استعاد ساهر خوذته. أحسنت صنعا يا فارع. شكرا. استديري يا فارعة، أترين أحداً يلوح من الجزيرة؟ نعم، يبدو أنك على حق. شيء ما يحدث هناك، أعتقد أنه شرارة. نعم، إنه يعبر الجسر الآن. مرحباً شرارة. مرحباً فلفلة. خذ الكرة. شكراً. نادر، أعتقد أن هناك من يلوح براية على الجزيرة. ربما هم في ورطة. لا إجابة حتى الآن. أمل أن يكونوا بخير. أحد ما يلوح من الجزيرة يا أماني، ربما تكون إشارة نجدة. حسناً، سأذهب لأعرف ما يحدث. ساهر، قابلني عند الشاطئ، سنقوم برحلة على متن ملاحة. حسناً يا أماني، أراك هناك. حظا موفقاً، احذرا. أماني، انظري. يا إلهي، ترك أحدهم هاتفه النقال هنا. ذهب الولدان للإبحار مع والدهما، أظنه له. ولكن أين هم يا ترى؟ إنهم هناك. نحن هنا. هنا. أتسمعون؟ هنا.
أشعر بالقلق يا شهاب. هاتفه يرن ولكن لا أحد يجيب. أنا متأكد من أن كل شيء على ما يرام. من أماني إلى شهاب، أحضرنا الجميع وكلهم بخير. شكرا أماني، هل سمعتي؟ إنهم بخير. الحمد لله. شكرا لكم جميعا على مساعدتنا، وأعدك بأنني سأنتبه إلى هاتف النقال في المستقبل. إذن أنتم من كنتم على الجزيرة؟ نعم، هل رأيتني وأنا ألوح؟ نعم، ولكن فارع شاهدك أولا. شكرا لك على أي حال. تسعدني عودتكما، أخيرا جاء من يمكنه اللعب معي. ماذا؟ ماذا؟ ما الذي حدث؟ هذا ليس سباقاً يا جزار. إنه كذلك. مرحباً درة. درة، لدي أفضل دراجة هوائية في المدينة يا درة. انظري إلي. يا إلهي، أولاد مشاغبون، أنتم تحتاجون إلى المساعدة الآن. من أين لك هذه؟ إنها رائعة. لقد اشتراها لي والدي بعد أن تعطلت ساعتي، وهي مضادة للماء. عليك أن تعتني بها. سأفعل ذلك. مرحبا، أنا لينا. أهلا درة، كيف أستطيع مساعدتك؟ يا إلهي، ما الذي حدث؟ حسنا، نحن قادمون. بنان درة، أما زلت على الخط؟ نعم، معك بنان. أين أنت؟ حسنا، فهمت. وما مدى سوء الإصابات؟ هكذا إذا، خدوش وكدمات فقط، لا بأس. أراك لاحقاً، إلى اللقاء. خدوش وكدمات إذا؟ لقد جعلت الأمر يبدو وكأنه حادث مروع. هذا طبع درة. إنه فطوري مطبوخ لهذا الصباح يا همام. أنا آسف جداً، هذا فطور لشخص واحد يا صديقي، لن أتأخر كثيراً. لا تستطيع أن تتخيل ما الذي حل بي عندما رأيت الدراجة ملقاة والصغار سقطوا فوقها وهم يتألمون. قلت لنفسي عندها إنهم يحتاجون إلى المساعدة الآن، لذا أمسكت بالهاتف واتصلت بكم وقلت. ها نحن هنا. لقد فعلت الصواب يا درة، شكرا لك. سنتولى الأمر أنا وبنان. نعم، كل شيء تحت السيطرة. حقا؟ كل شيء بخير؟ أجل، وتستطيعين متابعة عملك. شكرا لك. شكرا لك يا درة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء إذن. أنهيت. أيمكنني الوقوف الآن؟ آمل ذلك. يجب عليكم أن تعرفوا أين تسيرون وألا تسرعوا كثيرا. حسنا، وخاصة جزر المشاكس. أنا؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انظرا، إنها ساعة. أظن أنها ساعة بنان، فقد كان يرتدي مثلها. يجب أن نعيدها إليه. هيا بنا. حسنا، من أي طريق ذهبوا؟ درة، درة، هل رأيت من أين ذهبت مسعفة؟ من هذا الطريق إلى المستشفى على ما أظن. حسنا، من هنا. إلى اللقاء يا درة. انتبهوا إلى أنفسكم، لا يمكنني تحمل المزيد من التوتر. حسنا، جيد، لقد انتهيت. هذا ليس سيئا أبدا. لا تتحرك يا دهشان، سأتصل بلينا حالا. يا إلهي، ما الأمر يا بنان؟ ساعتي لقد اختفت، ربما وقعت هنا. لا يوجد شيء مكان جلوسي. لينا تتكلم. أهلا نادر. حسنا، أبقه ساكنا وسنأتي حالا. ماذا حدث؟ تعرض دهشان لحادث. يا إلهي، متى رأيت الساعة آخر مرة؟ تذكرت عندما كنت أساعد منى وراجي. ربما لا تزال هناك، اتصل بساهر ليحضرها لك. فكرة رائعة. حسنا يا بنان، لا مشكلة، سأتجه إلى هناك حالا. يجب أن لا أتأخر، يجب أن أعثر على ساعة بنان.
حريق؟ 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 أين؟ يا إلهي! أماني تتكلم، لدينا حالة طارئة. حسناً يا أماني، سنذهب حالاً. لا عليك يا دهشان، لينا قادمة. ها؟ لقد وصلت بالفعل. بنان ليس هنا ولا أحد هنا، ربما استدعوا في مهمة أخرى. هيا نذهب إلى مركز الشرطة إذن. ولما نذهب إلى هناك؟ لأنه المكان الذي يجب أن تعاد إليه الأشياء الضائعة. فكرة جيدة يا جزر، هيا بنا. ما رأيك أن نقوم بعمل ممتع قليلاً يا دحروج؟ حسناً، ربما لاحقاً. هل رأيت بنان؟ إنه في قسم الإطفاء. لا أثر للساعة. مرحباً درة. مرحباً يا ساهر، كيف حالك؟ أنا أبحث عن ساعة بنان، يعتقد أنه فقدها هنا، هل رأيتها؟ لا، للأسف لم أرها، ولكن ربما رآها راجي ومنى، فقد كان بنان يعتني بهما بعد الحادث. عندما رأيتهم، قلت لنفسي يجب أن أحضر المساعدة إلى هناك، ثم قمت بها. حسناً، اعذريني يا درة، علي أن أجدهم بنفسي. أتعرفين إلى أين ذهبوا؟ هذا غريب جداً، فقد كانوا يبحثون عن بنان أيضاً، لقد توجهوا إلى المستشفى. رائع، شكراً يا درة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. لحسن الحظ أنه مجرد التواء. أجل، شكراً، سوف أنتبه أكثر من ذلك. ترى كيف تسير الأمور مع ساهر الآن يا لينا؟ يمكننا إيصالك إلى هناك إذا أردت. بنان! بنان! ليسوا هنا أيضاً. أين ذهب الجميع؟ إنها قصة طويلة. لقد ذهب بنان ولينا إلى منزل ساهر، وقع حريق هناك، لذا أخذا دهشان معهما. شكراً فارع. بنان! بنان! يبدو أنني أتعامل مع قضية اختفاء غامضة. بنان، مرحباً، أنا ساهر، أين أنت؟ خارج منزلك. لماذا؟ ما الذي تفعله هناك؟ منزلك يحترق. ماذا؟ أمازحك فقط، كان يحترق، لكن نادر وفلفلة أخمدا الحريق. هذا ليس مضحكاً يا بنان، ما الذي حدث؟ يبدو أنك نسيت النار مشتعلة اليوم، هل كنت تطبخ هذا الصباح؟ نعم، هذا صحيح، ابقى هناك، أنا قادم إليك. هل عثرت على ساعتي؟ ساهر؟ بنان، وجدناك أخيراً، عثرنا على ساعتك. شكراً يا راجي، هذا رائع، لا أريد أن يكتشف والدي أنني أضعتها. لا أصدق. لا تخف يا ساهر، لا أضرار، مجرد مقلاة مشتعلة. لقد أنهيت. شكراً يا فلفلة. أرى أنك عثرت على ساعتك الضائعة. لا يريد أن يكتشف والده أنه قد أضاعها. أدركت أمراً مهماً للتو. اليوم وللمرة الأولى قام الطاقم الطبي بمساعدة قسم الإطفاء. هذا صحيح، وطاقم الإطفاء قدم المساعدة هنا في مركز الشرطة، وأنت يا ساهر ساعدت الطاقم الطبي، وهذا دليل على أننا جميعاً في مدينة الأصدقاء نساعد بعضنا البعض. هذا صحيح، فنحن من عثر على ساعة بنان. هيا نحيي بعضنا ثلاث مرات. تحية. 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 يوم ميلاد سعيد يا شرارة.
أتمنى لك يوما سعيدا. يوما سعيدا ولكن من دون اتصالات الطوارئ. أخبرني يا شرارة، كيف ستحتفل بيوم ميلادك؟ أوه، سأحتفل به من دون حفلة. لكنك تستحقها يا شرارة، فأنت أفضل سيارة إطفاء في مدينة الأصدقاء. ما سيشعرني بالسعادة في مثل هذا اليوم هو رؤية جميع أصدقائي حولي. هذه أفضل هدية. اجلس يا همام، اجلس. أنت كلب مطيع جداً، أحسنت يا همام. أصدقائي اسمعوني جيداً. أهلاً جزر. أتعلمون أن اليوم هو يوم ميلاد شرارة؟ نعلم يا جزر. نحن على وشك الذهاب إلى قسم الإطفاء لرؤيته. سأعطي صديقي شرارة أفضل وأضخم مفاجأة يوم ميلاد في العالم كله. لكن شرارة لا يحب الهدايا الضخمة يا جزر، وقد يشعر بالحرج إذا بلغنا في الأمر. في المرة السابقة اشترى له طاقم الإطفاء دلواً جديداً. لم أكن أفكر في الدلاء السخيفة، بل أفكر في شيء أهم من ذلك وأكثر روعة. أهلا جزر، تفاحة؟ لا شكرا. موزة؟ لا، لا أستطيع الأكل فأنا متحمس، وأود أن أقدم إلى شرارة الهدية الأفضل في العالم كله. أنا عاجز عن التفكير. ما رأيك في كرة قدم؟ لا، شرارة لا يلعب كرة القدم. ما رأيك في تقديم دلو إطفاء لديه واحد؟ ربما سيكون مسروراً إن قدمت له بالوناً كبيراً يحمل صورته. راجي، هذه أبرع وأذكى وأروع فكرة على الإطلاق. يوم ميلاد سعيد يا شرارة. شكراً يا مسعفة، الجميع كانوا لطفاء معي اليوم. تستحق هذا يا شرارة. أين بنان؟ ذهب لتحطيب الخشب في الغابة وسيمر بك فور انتهائه. سوف يسر شرارة عندما يرى هذا، فهو أكبر وأضخم بالون يقدم هدية في العالم كله. بالوني الجميل لقد طار. ما الأمر يا همام؟ اشتريت بالونا كبيرا وجميلا لشرارة لكنه طار بعيدا. لا تحزن يا جزر، أنا آسف لذلك. أتدري يا جزر؟ ماذا؟ لو كان في إمكان أحد ما العثور على بالونك فإنها سراب الحوامة. ساحر، أنت صديقي الأفضل والأروع في العالم كله. وسراب أيضاً هي أفضل وأروع صديقة في العالم كله. أمل أن يستطيع ساحر العثور على مفتاح سراب أولاً. يبدو أن أحدهم قد فقد بالونه. وجه سيارة إطفاء ضاحك، سيكون هدية رائعة في يوم ميلاد شرارة. هل هناك أي أثر لبالون أحمر يا سراب؟ لم أرى البالون بعد يا ساحر. أرجوك واصلي البحث يا سراب. أعدك بأنني سأبذل قصارى جهدي يا جزر. ضماد. مرحبا لينا، معك بنان، أيمكنك سماعي؟ أعتقد أنه في الغابة، لا أستطيع التقاط الإشارة، كيف سأعود إلى المنزل إذا لم أستطع المشي؟ الأفضل ألا نخبر شرارة بأن ساهر خرج للبحث عن هديته. كلامك صحيح يا نبهان. يوم ميلاد سعيد يا شرارة. همام يتمنى لك يوم ميلاد سعيدا يا شرارة. شكرا لكم. ألم يأتي ساهر معكما؟ لا، فهو مشغول الآن. قال إنه سيمر بك لاحقا. أوه.
النجدة هنا في الأسفل. النجدة، كيف أجعل سراب تراني؟ البالون، إذا ربطت به شيئاً يخصني وأطلقته سيعرفون أنني هنا. آمل أن تنجح الفكرة. لا نفع في هذا يا ساهر، لا أرى البالون في أي مكان. حسناً يا سراب، شكراً على المحاولة. آسفة يا جزر، علينا العودة الآن. سراب توقفي، هذا بالوني، إنه بالوني الأحمر الجميل. سأحلق إلى أقرب مسافة ممكنة من البالون. حاول الإمساك به يا ساهر. حسناً. أمسكت به؟ خذ بالونك يا جزر. شكراً لك يا ساهر، أنت أشجع من يستطيع أن يمسك البالونات في العالم بأسره. من علق ضمادة طبية على بالون؟ إنها ضمادة تخص المستشفى. مرحباً مسعفة. أهلاً ساهر. أين هو طاقم الإسعاف؟ لينا تعمل في المستشفى وبينام في غابة الأصدقاء يقطع الخشب. غابة الأصدقاء؟ قابليني هناك بأسرع وقت ممكن، أعتقد أن بنان تعرض لحادث. سراب، علينا أن نفتش في غابة الأصدقاء. تمسكا جيداً. يفترض أن يصل راجي ومنى الآن، قالا إنهما سيمران عليك بعد المدرسة. لم أرى ساهر وبنان وجزر طوال اليوم، أتظنين أنهم نسوا عيد ميلادي يا فلفلة؟ لا، بالطبع لم ينسوا عيد ميلادك يا شرارة، سيأتون في أي لحظة، صدقني. النجدة هنا في الأسفل. لقد رأيت بنان، تمسكوا جيداً، سوف أهبط. هذا ليس جيداً أبداً، لا يمكنني الاقتراب أكثر من ذلك. لا يمكننا أن نترك بنان وحيداً هنا، يجب علينا أن نفعل شيئاً ما يا ساهر. لا تقلق يا جزر، مسعفة آتي إلى هنا. أنا سعيد جداً لرؤيتك يا مسعفة. ماذا حدث لركبتك؟ أصبتها بغير قصد بقبضة الفأس. استند علي يا بنان، سأوصلك إلى سيارة الإسعاف. شرارة، هل حصلت على مفاجأة كبيرة؟ حصلت على دلو جديد من طاقم الإطفاء، إضافة إلى أن معظم أصدقائي جاءوا لزيارتي ما عدا جزر وبنان وساهر، أظنهم نسوا يوم ميلادي. ماذا حدث يا ترى؟ أين هو جزر؟ مفاجأة! يوم ميلاد سعيد يا شرارة. شكراً يا جزر، شكراً. آسف لتأخري يا شرارة، كان علي المرور لإحضار شيء مهم مع جزر. يوم ميلاد سعيد يا شرارة. ما الذي حدث لك يا بنان؟ تعرضت لحادث بسيط في غابة الأصدقاء. أنا آسف لأنني لم أستطع أن أحضر لك هدية، حتى أنني لولا مساعدة سراب وساهر وجزر لما وصلت إلى هنا يا شرارة. لا عليك يا بنان، نحن أفضل وأروع الأصدقاء في مدينة الأصدقاء. يوم ميلاد سعيد يا شرارة.